بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بسماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله على الشيخ. نستأنف ما بقي من ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن الإمام لا يكبر في الصلاة حتى يلتفت إلى المأمومين خلفه فيأمرهم بإقامة الصفوف وسد الفرج وإكمال الصفوف وما أشبه ذلك من آداب الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من وراء ظهري، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي لفظ آخر: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. نعم، وهذا اللفظ يدل على أن إقامة الصف وتعديله وسد الفرج أنه من تمام الصلاة. نعم. ولهما عن النعمان بن بشير مرفوعا: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، هذا فيه وجوب تسوية الصفوف بمعنى تعديلها وسد الفرج فيها. فإن اختلف المصلون بأن تقدم بعضهم وتأخر بعضهم فإن هذا محرم، ويخشى معه من العقوبة أن يخالف الله جل وعلا بين قلوبهم كما أخلفوا في الصف عقوبة لهم. ففيه أن إتمام الصفوف ومراصتها وتسويتها وعدم الميل فيها أنه من الصلاة، وأن الخلل في الصفوف أنه خلل في الصلاة، وتقدم والتأخر والاختلاف يسبب اختلاف القلوب بما يحدث فيها من الشحنة ومن البغضة بين المسلمين. وأما تعديلها والمراصة فيها ونظر بعضهم إلى بعض فإن هذا مما يقتضي تآلف القلوب وتصافيها. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم، صفوف الرجال خيرها أولها، لأنه أقرب إلى الإمام، ولأنه أكثر اقتداء بالإمام فهو خير صفوف الرجال. ففيه الحث على المبادرة للصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا في صفوف الرجال. أما صفوف النساء فدل على أن النساء يكن صفوفا أيضا كالرجال، ولا يتفرقن إذا صلينا مع الرجال أو صلينا جماعة، فإنهن يقمن الصفوف ويعدلنها ولا يتركن فيها الفرج، فشرها آخرها، شرها أولها لأنه أقرب إلى الرجال والفتنة، وأما آخرها فهو أستر، فلذلك صار خير صفوف النساء آخرها لأنه أبعد عن رؤية الرجال وعن الفتنة. نعم. وعن أنس قال: قمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. نعم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي في بيت أم أنس بنت ملحان رضي الله عنها، قام يصلي فصلوا خلفه صلاة نافلة، دل هذا على مشروعية الجماعة في النافلة ومشروعية الصلاة النافلة في البيوت، وفيه أن مصافة الصبي جائزة وأنه يسد الجناح. قمت أنا ويتيم، واليتيم يطلق على الصغير لا يتم بعد احتلام كما في الحديث، فدل على أن مصافة الصغير أنها كمصافة الكبير، يكون صفا مع من معه من الكبار. نعم. وعن جابر بن سمرة مرفوعة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. نعم، الملائكة الكرام يصفون عند الرحمن سبحانه وتعالى، الملائكة المقربون، وكانوا يكملون الصف الأول فالأول، فنحن نقتدي بهم فنكمل الصف الأول فالأول في الصلاة. نعم. ولأحمد وأبي داود قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. نعم، هذا ضابط المصافة، أن تتحاذى الأكعب، تتحاذى الأكعب والمناكب، هذا هو ضابط المصافة المشروعة، أن تتحاذى المناكب والركب والأكعب. الركب قد لا يتأتى، لأن بعض الناس أطول رجل من بعض، لكن الأكعب هي اللي تنضبط والمناكب. نعم. ولأحمد في حديث عن أبي أمامة مرفوعة: سدوا خلل الصفوف، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. نعم، هذا فيه سد الفرج في الصفوف، والحكمة في ذلك سد الفرج التي يتخلل منها الشيطان يشوش على المصلين، فإذا تراص المصلون لم يبقى فرصة للشيطان أن يدخل فيما بينهم، ففيه سد الفرج في الصفوف، وأن ترك فرجة في الصف أنه يسبب أن الشيطان يدخل فيشوش عليهم. نعم. وعن أنس مرفوعة: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. نعم، هذا من آداب الصفوف، أنه يكمل الصف الأول فالأول، فلا يبدأ صف حتى يكمل الصف الذي قبله، فلا يكون هناك صف تام وصف ناقص، إلا إذا كان الصف المتأخر ناقصا بسبب قلة المصلين فلا بأس بذلك. أما أنهم إذا كانوا في مكان واحد فإنهم يكملون الصف الأول، فإن بقي منهم بقية تكون خلفهم، وهكذا لا يبدأ صف حتى يكمل الصف الذي قبله. نعم.
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا عن الحضور للصلاة فقال صلى الله عليه وسلم تقدموا يعني بكروا في الإتيان للصلاة، تقدموا أي اسبقوا إلى الإتيان إلى الصلاة، فأتموا بي اقتدوا بي يعني تكونوا في الصف الأول، وليأتم بكم من وراءكم أو من خلفكم، فالصفوف يأتم بعضها ببعض بمعنى أنهم يقتدون بالصف الذي أمامهم لأنهم لا يرون الإمام فيقتدون بالصف الذي أمامهم. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا فيه كما في الأحاديث الذي قبله تسوية الصفوف، تعديلها، سد الفراج، وأنه لا يبدأ صف حتى يكمل الصف الذي قبله، وأن الصفوف يكون بعضها لبعض قدوة حيث لا يرون الإمام، الصف المتخلف لا يرى الإمام فيقتدي بالصف الذي أمامه. نعم. وفي لفظ آخر له بعدما ذكر وإياكم وهيشات الأسواق. وإياكم وهيشات الأسواق أي ضجة الأسواق والبقاء مع الذين يتحدثون في الأسواق، بل تقدموا إلى الصلاة. نعم. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. نعم، هذا كما في الحديث الذي سبق، ليليني منكم أولو الأحلام يعني العقول والنهى، والنهى هي العقول، في ذلك لآيات لأولي النهى أي أصحاب العقول، فدل على أن أهل الفضل يقدمون في الصفوف على غيرهم ممن هو دونهم، فهم أولى بالقرب من الإمام، ولأن الإمام لو ارتج عليه في القراءة يكون من خلفه يسدد قراءته ويرد عليه ما اختلف عليه، فهذا من فوائد أن أولو الأحلام والنهى يكونون أقرب إلى الإمام. نعم. ولأحمد والنسائي أن أبي نحى قيس بن عباد فلما صلى قال يا بني لا يسوءك الله، فإني لم آتك الذي آتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. نعم، كأنه قيس بن عباد يعني نحى هذا الصغير وقام مقامه عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فأراد أن يعمل بهذه السنة. أبي بن كعب نحى. أي نعم، لا احتقارا لهذا الصبي، وإنما للعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا التعليق والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد الرئيس في رعاية الله وحفظه، والسلام.